بس انت قالوا بتشيل هم بطريقة بتتعبك انت يعني ذهنيا وجسديا. بس انت اوفر. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. انا اوفر في كل حاجه. دي المشكله. يعني انا عايز اقول لك انا ما كنتش كده زمان. يعني انا زمان قبل الخلفه ما كنتش بشيل هم. قبل الجواز ما كنتش بشيل هم خالص. زي ما تيجي مش فارقه انا بطولي. بس بعد ما بتتجوز فبتشيل هم شويه. بعد ما تخلف بتشيل هم اكتر. بعد ما تيجي تخلف حد تاني فالهم بيكبر اكتر. فاهم؟ بس برضو انت بتبقى عايز ان اللي حواليك دول يبقوا عايشين احسن حاجه في الدنيا وما فيش حاجه بتقف قدامهم. بص، هو القلق اصله ده يعني زي ما بيقولوا مرض العصر. هي دي الفكره. علاجه حاجه من الاثنين، يا بتاخدي علاج للقلق ده ان انت تتجهي في سكه الادويه، وانا رافض تماما ان انا اخد ادويه والحاجات دي كلها، فببتدي اعالجها لوحدي نفسيا كده، انه احاول اهدي لوحدي يعني مش حاجه. يعني خلاص بقى. يعني انا ساعات بتغاظ منك جدا، بتقعد تسترس نفسك وتخش تقعد تخش جوه القوقعه بتاعتك لحد ما تلاقيني عملت زي الاوضه اتعملت بالظبط كده. بس يعني الحمد لله هديت. الحمد لله راحت. تعال بقى تعال نفصل انا وانت شويه نشرب ميه ونكمل تاني. يلا بينا. بقولك يا كيكي بقى، تيجي نرجع لورا نتكلم بقى على نادي الليدو والفولي. ها حبه الرياضه بقى اللي قبل الرياضه اللي قبل كل حاجه لحد بقى التمثيل. تعرف المشكله انه يعني الحمد لله الواحد كان برضو زمان لما كان بيلعب رياضه وصل لمرحله كويسه. انت كنت الناس ما تعرفش ان انت كنت في منتخب مصر الجولي. ما دي يعني في ناس ما كتير ما تعرفش، وناس ما بتربطش زمان امير اللي كان بيلعب فولي هو امير بتاع دلوقتي. بس الحمد لله انا كنت بلعب في نادي هوليليدو. طبعا نادي هوليليدو معروف جدا في مصر، كان جامد في بس الناس كلها عارفه انه اللي بيدخل دايما منتخب يا اهلي وزمالك. صح. دايما كانت في الطايره يعني كان اهلي وزمالك. فان انت تتكلم في انه 12 واحد في المنتخب منهم واحد بس هوليليدو، فدي معناه ان انا كنت لا حاجه طبعا. حاجه محترمه يعني حلوه يعني طبعا. فطبعا بعد بقى بعد الفولي طبعا انا لعبت اخر بطوله عالم كانت في اندونيسيا في جاكرتا. فمن هنا بقى ابتدت الحلم بقى يتغير. طبعا يعني انتوا كنتوش بتاخدوا فلوس عادي. الفولي زمان ما كانش الفولي ما كانش فيها كانش فلوس. دلوقتي في فلوس كويسه، في عقود كويسه وفي لعبة محترفه بقى زي الكوره كده وبتاع. طبعا انت بقى انت حسيت بايه لما نقلت من الكوره للتمثيل فجاه مره واحده؟ وايه اللي خلاك اصلا تفكر بس اللي عايز اعرف. بص انا بفكر فيه من قبل ما ملعب كوره. كنت لسه رايح النادي الاهلي واتصعدت بعد 6 شهور، يعني بقول لك اول شهرين بقيت بلعب مع الفرق الاكبر مني، وبعد كده الفريق الاول خدوني، كان هولمن هو مدرب الاهلي خدني الفريق الاول، بقيت بتمرن مع حسام وابراهيم وشوبير. انا اسامي يعني اسامي كبيره قوي بتفرج عليها في التلفزيون. فان انت في السن ده تروح لباباك تقول له انا عايز اخش مع التمثيل، انت ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ وبعدين حته وصلت لها حلوه.